قرية سليخات البلدة الصغيرة الوادعة في الأغوار الشمالية بينها وبين مياه الأمطار خصومة شبه دائمة، إلا أن ذلك النبع الصغير الذي يشكل جدولا في خاصرة الوادي المطل على البلدة بعث الأمل من جديد في نفوس سكانها. عندما قام الصندوق الهاشمي وبالتعاون وتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع إرواء ببناء خزانات لتجميع مياه النبع تصل إلى الوحدات الزراعية عبر شبكة من الأنابيب، عبد الرحيم السواعي أحد الذين استفادوا من مشروع إرواء، وهو يفعل كل شيء بجد ونشاط رغم كبر سنه. أول 12 يوم تجينا دور المي مرة، 12 يوم ثانية تجينا دور السهنة، والحمد لله. الآن يحصد فوائد إرواء وقيمة مياه النبع الصغير التي تعود عليه بمنتوج زراعي وفير. المي متوفرة، المي لما كانت بالأول على الجون السابقة كانت المي ضعيفة، لما عملونا المشروع الجديد تحسنت في المياه وتوفرت عندنا، زرعنا أراضينا ومستقرين فيها والحمد لله، وهي الأخضار قدامكم مزروعة شاربة وريان. العديد من المزارعين استفادوا من مشروع إرواء، حيث أصبحت مزارعهم تدر عليهم دخلا جيدا. ما نشاهده الآن ليس بحيرة، إنه بقعة ماء من بئر للمياه الجوفية نضبت مياهه، وهو واحد من 24 بئرا في منطقة القطرانة التي تقع على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة عمان، حيث مشروع توطين البدو الذين اعتمدوا على هذه الآبار لزراعتهم وسقاية مواشيهم. الإهمال وعدم الصيانة وسوء إدارة الآبار أدى إلى تعطل ما تبقى منها، إضافة إلى نضوب معظمها. شح المياه ونضوب الآبار يهدد استقرار المزارعين في هذه المنطقة. كان أحد أهداف مشاريع الاتحاد الأوروبي معالجة مياه الصرف الصحي أو ما يسمى بالمياه الرمادية، حيث تؤخذ إلى محطات أقيمت خصيصا لمعالجتها وتنظيفها ليتم إعادة استخدامها في الزراعة. إدارة المياه والتوعية بكيفية استغلالها عاملان ضروريان لإيجاد حلول دائمة. قام المشروع ببناء المئات من محطات المعالجة للمياه في المنازل. هذا المنزل في منطقة صبيحي استفاد من مشروع ندوة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. يتم تصريف مياه الصرف الصحي عبر شبكة المياه الداخلية للمنازل لتصل إلى خزانات المعالجة بجوار المنزل، ومن ثم تنقل عبر الأنابيب لتروي الحديقة المنزلية. المياه المستخدمة هنا لغسل الأواني سوف تذهب مباشرة لمحطة المعالجة. كذلك مياه تنظيف المنزل لن تذهب هدرة، سوف تروي أشجار الزيتون وأشجار الفواكه. بعد ما قام الصندوق الهاشمي بعمل الوحدة الرمادية في منزلنا لتمويل من المفوضية الأوروبية، استفدنا من المياه الرمادية ونستخدم منها أشجار الزيتون، وأصبحنا نزرع نباتات زينة أمام المنزل. إنها حلول مبتكرة، حيث وفرت المبالغ التي كانت تدفع ثمنا لري الحديقة. وللحد من تفاقم الأزمة المائية اتجهت الأنظار إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية كمشروع جر مياه الديسي ونقل البحرين. ها نحن الآن في موقع مشروع الديسي. يهدف هذا المشروع إلى ضخ 100 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الصالحة للشرب من حوض الديسي الواقع في جنوب شرق المملكة إلى العاصمة عمان، حيث سيزود العاصمة والمناطق المجاورة لها بمياه الشرب. تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع جر مياه الديسي 1075 مليون دولار. لا بد أنكم زرتم البحر الميت أو أن أحدا زاره وحدثكم عنه، إنه ذلك البحر الذي يقع في أحفظ منطقة على سطح الأرض وتشترك فيه ثلاث دول هي الأردن وفلسطين وإسرائيل. يتمتع البحر الميت بقيمة استثمارية هائلة، ويعتبر من أهم المناطق السياحية والعلاجية،
ويتميز أيضا بجمال وروعة مناظره. لكن البحر الميت مهدد بالجفاف بسبب نقص المياه التي ترفده لعوامل عدة، منها شح مياه الأمطار والاستغلال الجائر من قبل إسرائيل لنهر الأردن ونهر اليرموك الرافدين الرئيسيين للبحر الميت. ولحماية البحر من الجفاف طرح الأردن فكرة مشروع ناقل البحرين، البحر الأحمر والبحر الميت. هذا البحر أخذ ينحسر ويتناقص في السنوات الأخيرة ومنذ السبعينيات لأسباب متعددة، وأهمها التبخر ونقص الكميات المغذية لهذا البحر، فقد تناقص البحر الميت حوالي 29 متر منذ السبعينيات وحتى هذه. ولهذا بدأ الأردن باتخاذ إجراءات للحد من هذا النقص بأن طرح فكرة موضوع مشروع ناقل البحرين لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. سينفذ المشروع بطول 180 كيلومتر، وهي المسافة الفاصلة بين البحر الأحمر والبحر الميت، وسيبدأ العمل به بعد الانتهاء من الدراسات عام 2013. يجمع الخبراء على أن هذه المشاريع وإن تمت لن تحقق للأردن الأمن المائي والاكتفاء الذاتي، وقد تتعرض للتأخير لأسباب عديدة قد تكون مالية أو سياسية أو إجرائية. لقد تم استخدام معظم المصادر المائية المتاحة واستنفاذ كافة الوسائل، إلا أن الأزمة تلح بقوة، ولا بد من وضع حلول وبدائل فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية. فمياه الشرب والاستخدامات الأساسية الأخرى تشكل أولوية قصوى، ولم يتبقى للأردنيين من مخرج لحل أزمتهم إلا واستخدموا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالطين. الدراما الأردنية تناولت الأزمة وعكست حجمها.